أهلا بكم مشاهدينا، نواصل هذا الدفق المباشر والحي برفقتكم لنحلل أكثر ونفصل في عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. رفقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ عاصم إسماعيل، أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، أهلا بك. أهلا، الله يجزيك خير. قضية هزت الشارع السوداني وهي قضية رأي عام يجب أن نقف عندها كثيرا، بخصوص الشرطة في بيان الأمس اللي ألقت القبض على المتهم الرئيس في الاعتداء على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين. في تفاصيل الخبر، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الرئيس في الاعتداء على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين والتعرف على الجناة. وقالت الشرطة إن المتهم الرئيسي صاحب العربة التي تمت بها جريمة الاختطاف سجل إقرارا، وتوصلت الشرطة إلى التحريات بإشراف النيابة وإكمال إجراءات البلاغ إلى آخر الخبر. أستاذ عاصم، يعني قصة العربية سوداء والقصص اللي بقينا نشوفها أخيرا كنا نشوفها في الأفلام يعني بالخارج، ويتم الاعتداء بهذه الطريقة الوحشية، يعني ما من شيمنا ولا من أصالتنا ولا من عراقتنا. فامتدادا لقراءاتك في هذا الخبر، يعني ما هو القصد من وراء هذه الفعل الشنيعة يعني؟ طيب، شكرا جزيلا، صباح الخير على متابعيك في قناة الشروق. أنا أفتكر إنه الجريمة دي يعني جريمة يعني ما سودانية، أنا أفتكر إنه هي يعني دخيلة على المجتمع السوداني بكل التفاصيل، بكل البشاعة، بكل الحبكة التي حبكت. يعني هي يعني أنا أفتكر إنه هي لابد أن يعني الناس تكون واعية بقدر كبير جدا في مسألة الجرائم الدخيلة على المجتمع السوداني. يعني وأنا برجع المسألة دي لحاجات كثيرة جدا، إنه يعني السيولة السياسية والأمنية الموجودة في السودان يعني مهما وصلت لمراحل، يعني مفترض ما تصل لمرحلة بتاعت إنه تكون في جرائم تحاسب بعض أفراد الأسرة على غرار يعني أو ضد المسؤول السياسي الموجود في البلد شتى أيا كان منصب الوظيفي أو الوظيفة التي يتقلدها. ولذلك أعتقد أن هذه الجرائم هي جرائم دخيلة على المجتمع السوداني، وجرائم محتاجة لوقفة كبيرة جدا، وقفة اجتماعية، وقفة سياسية، وقفة أمنية، حتى نصل إلى مجتمع معافى. يعني السودانيين بكل ضروبهم في شتى مواقعهم السودانية الموجودين في السودان الكبير، يعني هذه الجريمة هي مستنكرة من كافة فئات المجتمع السوداني. هذه الجريمة هي تمس الأخلاق، تمس الشرف، هذه الجريمة لا تموت للمجتمع السوداني بصلة. ولكن السيولة التي أوجدت في السودان في الفترة الأخيرة هي التي نتجت عن هذه الجريمة بصورة بشعة جدا. والأمر الثاني أيضا هو يعني هذه الجريمة يعني حصلت في وسط الخرطوم وداخل المجتمع السوداني الذي يعيش حياة عفيفة. يعني لابد أن نذكر أن المجتمع السوداني كله مجتمع مترابط متماسك، لا يرضى الأمر السيء لأبنائه أو حتى لأبناء جيرانه أو للمجتمع السوداني ككل. ولذلك هذه الجريمة وجدت صدى كبير جدا واستنكار من كافة المجتمع السوداني. ولذلك هذه الجريمة يجب أن توضع لدى يعني الاهتمام الكبير من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية، يعني تأخذ اعتبار أن هذه الجريمة يجب أن لا تتكرر مرة أخرى في المجتمع السوداني. طيب، بخصوص هذا المحور ونمر عليه بسرعة أستاذ عاصم إسماعيل، كثير من الجرائم بتحدث في الفترة الأخيرة اهتمام الرأي العام فقط عند صدور الخبر يعني، ولكن تبعات هذا الخبر حتى ما بعد الحكم ما من تابع الحاجة دي باستمرار ولا حتى بنهتم بها في منصاتنا ولا في أجهزتنا الإعلامية. عشان نحيد برأيك لازم يكون الردع ردع مباشر أمام العامة؟ طبعا كلامك صحيح يعني 100%. احنا يعني الجرائم المماثلة التي حصلت ولم تلقى رواجا إعلاميا أو تلقى صدى إعلامي يعني ماتت كما يموت الآخرين يعني في الحروب وهكذا. ولكن أنا أعتقد أنه الشرطة يعني من هذا المنبر نرسل صوت شكر للشرطة السودانية، في ظرف يومين استطاعت أن تصل للمشتبه به أو العرب التي يعني استخدمت كأداة للجريمة. يعني احنا محتاجين انه اي جريمه تمس الاخلاق وتمس الشرف يجب ان تكون هنالك جرائم او تكون هنالك عقوبه رادعه بالنسبه لهذه الجرائم التي تحدث وسط المجتمع السوداني. ولذلك انا اعتقد انه لا يكفي انه الشرطه وصلت للمشتبه وتصل الى الاخرين، ولكن يجب ان تكون هنالك قوانين او سن قوانين رادعه من اجل العقوبه الرادعه بالنسبه لهؤلاء المتهمين في هذه الجريمه حتى لا تتكرر مره اخرى داخل المجتمع السوداني.
قضية شخصية ولا هي امتداد للجنة إزالة التمكين؟ ومنشوف في اجتماع الإطاري أنه حيتم التجديد مجددا بأساليب أخرى يعني. والله أنا أعتقد أنه يعني هي لا تعتبر قضية شخصية بقدر ما تعتبر قضية تمس المجتمع السوداني ككل. يعني يمكن أن تحدث لأي فرد من المجتمع السوداني، ولكن لأن الشخصية التي يعني حدثت عندها هذه الجريمة هي شخصية سياسية، وده امتداد طبعا غير طبيعي بالنسبة للخصومة السياسية. صحيح. تمتد إلى الأسر السودانية، ولذلك أعتقد أن كل أسرة يجب أن يعني تتحرى في المسألة بصورة واضحة جدا، ويكون هنالك تربية للنشو، ويكون هنالك يعني علاقة وطيدة جدا ما بين الأجهزة الأمنية وما بين الأسر في الأحياء المختلفة حتى تنتهي هذه الجرائم بانتهاء يعني الفصل في العقوبة يعني. طيب أستاذ عاصم، من السوداني إلى الميدان، هيئة محامي دارفور تحذر من اتخاذ مكافحة المخدرات ذريعة للتنكيل بالثوار. حذرت هيئة محامي دارفور الانقلاب من اتخاذ حملة مكافحة المخدرات ذريعة للتنكيل بخصوم الرأي السياسي ومسيرات الثورة والثوار. وقالت الهيئة في بيان إن الإعلان عن تورط منظمات في الترويج للمخدرات وسط الشباب بواسطة من يتولى المنصب الأول في الدولة على حد تعبيرها يتطلب منه الكشف عن هذه المنظمات وتحويل الأدلة التي تؤيد تلك الأقوال للأجهزة القانونية، ومباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة المنظمات المتورطة وليس إطلاق التهم جزافة. كيف تعلق على هذا الخبر؟ أنا أعلق على هذا الخبر إنه أيام الـ يعني كل ما تطلع يعني تظاهرة أو تطلع مسيرة مناهضة للحكم العسكري في السودان، دائما ما يوصف المتظاهرين بأنهم يعني أو هنالك منظمات يعني منظمة أو مرتبة يعني توزع هذه المخدرات لدى هؤلاء المتظاهرين في الشارع العام. ولذلك أنا أعتقد أنه التوقيت بالنسبة لهذا هذه المحاربة المخدرات يعني هو مسار يعني اهتمام كبير جدا، ومسار شكوك أيضا من قبل المراقبين، باعتبار أن هذه الظاهرة أو هذا الحديث لم يكن وليد اليوم أو الأمس، وإنما حديث كان يعني منذ فترات طويلة، وممكن أن تكون يعني يكون عام كامل الناس يتحدثون عن هنالك مخدرات توزع بالنسبة للثوار وتوزع بالنسبة للمتظاهرين وأنهم يتعاطون هكذا وهكذا. لماذا هذا الصمت الذي امتد لسنوات طويلة، ولماذا تم فتح هذا الأمر في 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 هذا التوقيت بالذات؟ وهذا الأمر يعني تزامن مع الحراك الكبير جدا التوقيع الاتفاق الإطاري، يعني لجنة إزالة التمكين والتجديد بالنسبة لها في محاربة يعني أفراد النظام السابق أو الذين أجرموا في حق الشعب السوداني. يعني هذه أسئلة كبيرة جدا يجب أن تثار بواقعية وبموضوعية حتى نصل إلى محاربة حقيقية بالنسبة لهذه المخدرات المنتشرة في السودان. وأنا أعتقد إنه باب هذه المخدرات ليس وليد الصدفة، يعني هذه المخدرات يعني لديها عوامل كثيرة جدا، ولديها يعني 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 دروب كثيرة جدا تدخل بها السودان، وحتى في الآونة الأخيرة اكتشفوا إنه هنالك مصانع كبيرة جدا تصنع يعني المخدرات في السودان. ولذلك المحاربة ليس بالحديث، المحاربة بتفعيل القوانين، المحاربة بالمراقبة، المحاربة بعملية المشتركة، عملية مجتمعية، عملية شرطية، عملية أمنية، عملية سياسية يعني. وبالردع، لأنه نعم. كثير من الأنباء والتقارير كان بيتحدث عن الحملة الكبيرة اللي أطلقتها عضو مجلس السيادة في قبل إجراءات 25 من أكتوبر بإطلاق سراح كثير من المتهمين وتجار المخدرات، بيقولوا أنه هو إفراز حقيقي للسيول الموجودة الآن. ننتقل إلى هذا الخبر. مشاهدين، إضراب المعلمين يدخل شهره الثاني، والسلطة ترفض الاستجابة لمطالب المعلمين. دخل إضراب المعلمين السودانيين شهره الثاني مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الأول المقرر في 15 من يناير الحالي، مما يفاقم من خطورة الأزمة الناشبة منذ بداية العام. ويشمل الإضراب الشامل للمعلمين والذي دخل مرحلته الحالية منذ 28 من نوفمبر الماضي أكثر من 20,000 مدرسة حكومية بالسودان، وشمل الإضراب معلمين وعمال يمثلون نحو 60% من العاملين بالخدمة المدنية. 60% ليس بالعدد الساهل طبعا، وفي ظل الظروف اللي نعيشها الآن على المنعكسة على المشهد التعليمي، ومع اقتراب موعد الامتحان، يعني الضحية في الأول هو الطالب، ولكن الشيء الأكبر مفروض توليد دولة اهتمام بالنسبة للمعلم في توفير كل أوضاعه. يعني هل ممكن نشهد في مقبل الأيام وقف لهذا الإضراب؟
بتنفيذ المطالب؟ طيب احنا محتاجين انه يعني نضع انه العمليه التعليميه او التربويه في السودان. يعني كثير من الدول العربيه والافريقيه بتعتبر انه السودان يعتبر انه يعني اي مساس بالعمليه التعليميه هو يعني مهدد امني بالنسبه للوضع العام في البلد. يعني كويس، والسودانيين معروفين انه يعني العمليه التعليميه دي مهمه جدا بالنسبه لكافه السودانيين. يعني عندما تتم الفتره بتاعت 7 سنين او 6 سنين يعني الكل يسارع حتى ولو كان اميا يسارع الى ادخال اطفاله الى المدرسه. ولذلك هذا الاضراب ان تم يعني حقيقه تم يعني تنفيذه على ارض الواقع سيؤثر تاثير كبير جدا على الاجيال القادمه. يعني احنا السودان على مدى 3 سنوات هنالك ثورة وحتى الآن لم نصل إلى حلول يعني سياسية أو نصل إلى حكومة يعني انتقالية للانتقال إلى الوضع الديمقراطي والانتقال إلى الوضع السياسي المستقر. وإذا كانت العملية التعليمية تدخل وفق العملية السياسية كويس ويكون هنالك عدم تعليم بالنسبة للأجيال، يبقى إنه مستقبل الأجيال في السودان يعني مهدد بصورة كبيرة جدا. إذن المطلوب الآن من وزارة المالية ومن القائمين على أمر التعليم في السودان إنه حتى الموازنة تخصص لميزانية التعليم يعني نسبة ضئيلة جدا، وهذا يتنافى مع مسألة التطور ومسألة النماء ومسألة الرفاه ومسألة التحول الديمقراطي أيضا. يعني محتاجين لإنه ننظر للعملية التعليمية يعني نظرة واقعية، نظرة مستقبلية، إنه السودان لم يتطور ولن يتطور إذا كان لم يكن هنالك تعليم مستمر بصورة واقعية وصورة موضوعية وتوفير كافة المستلزمات الأساسية سواء كان للمعلمين أو الإجلاس أو البيئة التعليمية أو حتى يعني المناهج. يعني نحن نحتاج لثورة تعليمية كبيرة جدا تدخل ضمنها مسألة إضراب المعلمين وتوفيق أوضاعهم بصورة تكون يعني تتوافق مع المرحلة المقبلة. والمشكلة إنه حتى التحصيل الأكاديمي بالنسبة للطلاب هو يتأثر بوضع العملية التعليمية بالوقوف والتزامن مجددا بالاستئناف. انتقل إلى آخر أخبارنا في تحليل أهم العناوين الصادرة في الصحف السودانية إلى صحيفة الانتباه. الانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية يونيتامس إطلاق الموقعين على اتفاق الإطار المرحلة النهائية للعملية السياسية اليوم بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل. لما الأطراف الموقعة على الإعلان الإطار من قبل المدنيين والعسكريين مجددا الوقوف على أبرز القضايا، شنو أبرز القضايا الممكن العالق المفروض تحل فيها ويكون فيها إجماع من قبل الطرفين؟ شوف العملية السياسية المعروف إنه الإيجاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الآلية الثلاثية، إنه الهدف الأساسي من هذه العملية السياسية إنه يحققوا 5 أهداف. الخمس أهداف من بين هذه الأهداف إنه يعني تجديد لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق. المسألة الثانية العدالة والعدالة الانتقالية، والمسألة الأخيرة بتعلق بمسألة الإصلاح بالنسبة للأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مسألة إجراءات ما بعد 25. يعني المسألة دي يعني هي المفترض إنه ننتقل إلى المرحلة الديمقراطية بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021. يعني هي دي الأهجات الأساسية، ولكن أعتقد إنه إذا لم يعني تحقق هذه العملية السياسية رغبات المجتمع السوداني أو الشعب السوداني يبقى إنه يعني زي الحرس في البحر. يعني نحن محتاجين إلى مناقشة القضايا الأساسية من بينها العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك النظام السابق وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية في السودان، بالإضافة إلى البؤر التي ظهرت في الآونة الأخيرة تنادي بمسألة يعني انفصال الشرق وما شابه ذلك. هذه من القضايا الأساسية التي تؤمن العملية الديمقراطية أو الانتقال السلس ديمقراطيا. طيب أستاذ عاصم بصورة سريعة، هل هذه الجلسة اللي بتمتد لأربع أيام هي حتكون جلسة نهائية ولا بعدك تاني تتفتح أبواب أخرى ومسارات أخرى بالنسبة للتفاوض؟ وفقا للأجندة المطروحة، وفقا للرؤى، وفقا للاتفاق التوافق، إذا تم توافق ما بين المجتمعين ككل، وإذا قدر المجتمعين لأنهم قدموا دعوة لغير الموقعين للانضمام لهذه العملية السياسية، إذا استطاع الموقعين الاتفاق الإطاري يعني بلفت انتباه الآخرين للانضمام لهذه العملية السياسية، يعني يبقى إنه أن إحنا خطينا خطوات موفقة تجاه العملية الديمقراطية. أستاذ عاصم إسماعيل الصحفي والمحلل السياسي، شكرا على وجودك صباحا في صباح الشروق، كتر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا حمزة. شكرا جزيلا. الله يبارك. شكرا مشاهدينا على كرم المتابعة، كان مد متواصل وحي لصباح الشروق.
فقرات مختلفة منوعة. طفنا معاكم من الولاية الشمالية وصولا للخرطوم لتحليل كثير جدا من القضايا العالقة في السودان. نتمنى وحدة السودان وأمنه واستقراره. شكرا لفريق عمل صباح الشروق لليوم. أنا سعيد جدا بقول كل هذا الجهد المباشر. حتى الملتقى إن شاء الله في حلقات قادمة صباح الشروق. بكرة فريق عمل جديد في رعاية الرحيم.